انا ما قبلوش. علاش؟ يعني كنشوف الناس محنين، انا الشعب محن بزاف. يعني كيما تيقول لك النهار في السيجو ديال مكناس قال لك ليطر الحليب كيدفعوا ب 50 ريال، وهما كيبيعوا البشر ب 70 140 ريال. كيدي منه بزاف الحوايج، كيدي منه الفرماج، كيدي منه الزبده، كيدي منه الطانون، كيدي منه الشقات كلها، وكيبقى يبقى الحليب على الجاري كيعطيهم 140 ريال 7 دراهم، وهو واخذ ب 50 ريال. شكون اللي ضيع؟ ضيع الشعب هو اللي ضيع. احنا ماشي الاعتذار، بغينا تخفيض الاسعار، هادشي اللي بغينا، هادشي صافي، هادشي اللي غنقول. خاصو يعتذر، حقاش مواطن ماشي يجي ويقول لي خاوني. الى دار اعتذار ولا عاود قدم اعتذار، حنا كتهمنا مصلحه الشعب اولا، باش ان الشعب غادي يشري السيترو ديال الحليب ب 70 ريال غاليه. حنا بهذه المبادره حنا تنستنكروا هذا الشيء، انه خصو يكون واحد التخفيض في الاثمنه. الاثمنه ماشي طالعه، راه غاليه بزاف، ومستغلين الوضعيه ديال المغاربه، لانه الشعب ساكت ودرويش لكن بالنسبه لانك كما كنقول تعاير عاد باش تعتذر، ف بالنسبه لي انا غير مقبول. انا ضده. علاش؟ علاه كلنا؟ علاش يشتم وعلاش يسبق العار؟ هذا ما مزيانش. عاد غادي تعتذر تغسل في يدك ولا تضربني عاد تجي تعتذر ليا، وهذا غير معقول. انا كمواطن مغربي ما متقبلش هذا الاعتذار ديال. شنو كطلب من الرئيس؟ نطلبهم باش يديروا شي حل وصافي، هادشي اللي غنكون.